ويقول حفظك الله: وما أحسن كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور. كتب في أخذ أولا تفسير ابن كثير، ويشتمل على الأسباب مفرقة فيه، كل آية لها سبب يذكره، كل آية لها سبب يذكره ويذكر من رواه ويذكر درجته. وهناك كتب خاصة بأسباب النزول تسمى أسباب النزول، مثل أسباب النزول للواحدي المفسر المشهور، مجموعة بها أسباب النزول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وأسباب النزول للحازمي. نعم.